تقوم الخلايا الشمسية بإنتاج الكهرباء، وتزود خلايا تحليل الماء بالطاقة الكهربائية التي تحتاجها لفصل جزيئات الماء إلى أكسجين وهيدروجين. ويتم تجميع الهيدروجين في عبوات كبيرة آمنة لتزويد مصانع بطاريات السيارات الهيدروجينية وغيرها من المعامل والصناعات التي نستخدم فيها وقود الهيدروجين. وأيضا يتم تجميع الأكسجين بعبوات وإرسالها للمستشفيات للاستفادة منها في عمليات العلاج، وبذلك يتم إنتاج وقود آمن للبيئة عن طريق استبدال وقود الأحفوري بالهيدروجين الأخضر الذي يحول دون إنتاج ثاني أكسيد الكربون المسبب في مشكلة الاحتباس الحراري. بذلك الشكل نساعد للحصول على أردن خالي من التلوث من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.